قاعد بقاله 6 شهور من نهار ثورة ليبيا ما طلعت، وبعدين قاعد متضايق خلاص خلاش حتى لما جاب منه بيسمستي راح جاها تسرح مع مين؟ قالها اسرح مع حسن السابقة وابنه في مركبه هيودونا في مركبه نشتغلوا فيه. راح جاي قال ماشي، راح في البحر اتضح لهم ان هم مش رايحين مركب، ان هم هينزلوهم في زوارق عشان هو طالع ياكل اكل، أكل يعني ياكل عايش مش رايح يعمل حاجه. كل يوم يجوا يقولوا لي ده مش لقمه، ده نيتو خاته، نيتو خاته، ده دخلوا مافيا خدتهم في ليبيا خطفته، ده فجر ليبيا خاته، ده المقابله في ليبيا خدتهم. انا ما اناش عارف، انا ما كنتش عارف ان نعيشوا من غير احنا اللي احنا بنترجوه من ربنا هو بس ورجعته علينا. انا معايا 4 عيال وصغيرين كل ومش عارفه، انا مش عايزه حاجه من الدنيا غير بس زوجي، عايزه بس جوزي يرجع، انا مش عايزين حاجه واصله له. عايزين امناء يكلمني ويقول انا في الحته الفلانيه، بس انا عاوزاه ما بي ما بسمعش صوته، ما بسمعوش. الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله.